حصلت لي حادثة صراحة، يمكن هي اللي غيرت المسار اللي أنا فيه. إحنا طبعا من باب المتعة مو باب التخريب كنا نحاول يعني ندخل على أجهزة، أحيانا المواقع نشوف إذا فيها ثغرات كيف نستغلها، كيف فعلا يعني نشوف الشغلات اللي ممكن نسويها إحنا وحنا في البيت. فكانت في يوم من الأيام جالس بغرفتي، تفاجأت فجأة واحد كذا قاعد يتكلم معي ويوصف لي الوضع اللي أنا كنت فيه. أنا انصدمت يعني شلون يعني كنت أتوقع أنه جهازي ما راح يخترق، وفجأة لقيت واحد فعلا قاعد يقول لي أنت تسوي كذا وكذا. أنا انصدمت يعني هو شلون قاعد يطالع فيني ويشوفني فعلا. أنا ما نزلت برامج، ما فتحت روابط، بس كان داخل علي من خلال برنامج من البرامج وكان مشغل الكاميرا وأنا ما أدري عنه. فهنا كان التحول بالنسبة لي أنه أوقف ضد الأشخاص اللي زي كذا، أنه في ناس فعلا محتاجة مساعدة يمكن وقعوا ضحايا بدون ذنب إلا أنهم يستخدمون الإنترنت. فكان التحول أنه إحنا نبي نكون في الجانب الأخلاقي، أنه نساعد الناس حتى أنهم ما يقعون ضحية الأشخاص اللي يسوون أعمال، نتكلم أعمال إجرامية إذا تقدر تقول في مجال الإنترنت.